نظمت مؤسسة حياة كريمة ماراثون الجري لمسافة 5 كيلومترات من استاد أسوان الرياضي حتى ميدان مجدي يعقوب. وشهد الماراثون مشاركة نحو 1000 متسابق من مختلف الأعمار السنية من الرياضيين والكبار والصغار، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الرياضة لبناء الإنسان ودعم المنظومة الرياضية في محافظة أسوان. بيتم تنظيمه من خلال متطوعين حياة كريمة المشاركين داخل الإيفنت. نشر الرياضة مهم جدا 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 بين كافة الفئات، واحنا النهاردة بنشوفهم موجودين بكثافة من خلال الفئات المختلفة من أطفال، سيدات، بنات، كبار سن، كل دول بيشاركوا معنا النهاردة، وإن شاء الله هيكون موجود داخل عدد كبير من المحافظات خلال الفترة الجاية بإذن الله.